بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عناوين. وكما عودناكم مشاهدين سوف نكون معكم في محطات متنوعة مع صحافتنا المحلية والعربية والعالمية، ولا شك بأننا سوف نلقي ضوءا كبيرا أيضا على بطولة كأس آسيا التي باتت تسير في أمتارها الأخيرة. مشاهدين الكرام، إذن كالعادة نبدأ معكم مع أبرز العناوين في هذه الحلقة. إذن البداية سوف تكون من المنتخب أو من بول لوغوين والاجتماع التشاوري لهذا المساء، الاجتماع المنتظر بطبيعة الحال، بالإضافة لعديد العناوين التي سوف نطرحها في هذا المساء، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكالعادة نبدأ محليا ونستهل جولتنا من الصحافة المحلية مع أبرز قضية تشغل الساحة المحلية، وهو الاجتماع التشاوري الذي يقام في هذه اللحظات بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم بين أندية السلطنة والاتحاد الكروي. صحيفة عمان أبرزت هذا الخبر بعنوان يقول: بول لوغوين الإخفاق بآسيا فشل، المنظومة الكروية أبرز مناقشات التشاوري اليوم، حيث تلقى اتحاد كرة القدم طلب 12 ناديا بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما استبق الاتحاد هذا الطلب وجذب الأندية نحو الاجتماع التشاوري، ما أدى في ممانعة بعض الأعضاء من حضور الاجتماع الذي يعقد اليوم بقاعة المؤتمرات في استاد السيب. نفس القضية مشاهدينا الكرام أخذت الحيز الأكبر في تغطية صحيفة الزمن التي خرجت بتحقيق يرصد وجهات النظر المختلفة منتظرا ما سيؤول إليه اجتماع اليوم. نتابع ما كتبته الزمن. يعقد الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم في مقره باستاد السيب الرياضي اجتماعا موسعا يضم عموم الأندية المعترف بها رسميا في السلطنة للوقوف على تداعيات الإخفاق الأخير للمنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا 2015، بالإضافة إلى مناقشة جملة من الملاحظات التي قدمها أعضاء الجمعية العمومية على طريقة عمل الاتحاد في وقت سابق، وفي الوقت الذي يتمسك فيه اتحاد القدم بمسمى الاجتماع التشاوري خوفا من أي اجتماع غير عادي قد يؤدي لطلب الإطاحة بمجلس إدارته، يصر الكثير من أعضاء العمومية بأن يكون الاجتماع اجتماعا غير عادي يتجنب مرحلة إطالة الإعداد للاجتماع الطارئ، وبما يحقق سرعة الحسم في مسألة حجب الثقة عن مجلس الإدارة بعد جملة من الخروقات التي وصفت بالمؤثرة على مستقبل كرة القدم، ومنها أخطاء إدارية وفنية وتجاوزات مالية. ومن المقرر أن يقاطع عدد واسع من أعضاء عمومية القدم الاجتماع التشاوري في حال لم يعلن اتحاد القدم وبصورة واضحة أن اجتماع اليوم 28 من يناير هو اجتماع طارئ يقف على واقع الملاحظات التي تقدمت بها الأندية الأسبوع الفائت. وفي الوقت الذي كان فيه اتحاد القدم يمضي بخطوات متسارعة نحو الإعداد التشاوري، تقدمت عددا من الأندية بطلبات خطية بعقد الاجتماع الطارئ، حيث وصل العدد بالفعل إلى 12 ناديا، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد إلى إصدار بيان يؤكد فيه شرعية إقامة الاجتماع غير العادي وفقا للوائح الداخلية، لكنه أوحى بأنه سينظم لهذا الاجتماع في وقت آخر. وأشار البيان الذي ينشر في أسفل هذا التقرير كما ورد لتمسك اتحاد القدم بمسمى الاجتماع التشاوري على أن يحدد وقت الاجتماع غير العادي في وقت لاحق. ويبدو أن الاتحاد يبدي في هذا البيان خشيته من أي تحركات مفاجئة لأعضاء الجمعية العمومية يكون في طليعتها الإطاحة برئيس الاتحاد خالد بن حمد البوسعيدي ومجلس
مجلس إدارته. وسبق لأعضاء في عمومية القدم أن أشارت عبر تصريحات متفرقة أن الدعوة إلى حجب الثقة لم تكن تستهدف شخص الرئيس أو أسماء أعضاء المجلس، بل الهدف منها تصحيح المسار وإيجاد شخصيات لا تستمر في تنفيذ أجندة صعبة لا تخدم تطلعات كرة القدم، علاوة على إنفاق الموازنة المرتفعة في مصاريف هامشية وجانبية لا تصب في خدمة مستقبل الكرة أو تطورها. وقال أعضاء في تصريحات متفرقة أن حجب الثقة قد يحتاج إلى إجراءات معقدة بالإضافة إلى تجميع ثلثي أصوات المجلس، وهو الأمر الذي يبدو صعبا في مثل هذا التوقيت. وقال سيف الرحبي رئيس نادي أهل سداب الذي ينتمي لتيار الأندية المتحفظة على سير عمل الاتحاد أن هناك مقايضة علنية قد تطرح، مشيرا في حديث تلفزيوني للقناة الرياضية المحلية على الهواء أمس أن الأعضاء الذين بوسعهم حجب الثقة قد يلجؤون إلى طرح فكرة موازنة المجلس والرئيس لمهامهم حتى نهاية الدورة المقررة في 2016، حتى لا يكون إجراء حجب الثقة هو الأول من نوعه تقوم به جمعية عمومية في المنطقة، لكن هذا الإجراء يجب أن يرافقه وعود بعدم ترشح رئيس الاتحاد الحالي أو أي من أعضاء مجلس إدارته في الدورة الانتخابية المقبلة. ويعكس طرح مثل هذا المقترح وجود تحفظ على أداء رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الذي قدم وعودا قطعية في برنامجه الانتخابي العام 2007 بتحويل كرة القدم العمانية إلى صناعة مزدهرة، والمؤكد أن هناك مشاكل متراكمة تحت الجليد في العلاقة بين الأندية والاتحاد بدأت منذ أن قام الاتحاد بالمضي في إجراءات تنفيذ دور المحترفين دون تقديم الضمانات المالية الكافية للأندية في حينه، ما كبد الأندية التزامات مالية فاقت حدود التصور. ويوما عن آخر قدم الاتحاد وعودا لوضع حلول نهائية، لكنه كان يصطدم بعثرات عديدة وتحديات منعتة في تنفيذ هذه الوعود، الأمر الذي دفع الأندية إلى إخراج فورة الغضب دفعة واحدة مع جملة من نتائج متردية للمنتخبات الوطنية وأداء متواضع كان آخرها نهائيات كأس آسيا في عدة مدن أسترالية. وكان مجلس إدارة القدم قد عقد اجتماعات داخلية ناقشت أداء المنتخب والجهاز الفني، لكن هذه الاجتماعات لم تنتهي بقرار الإطاحة بالمدرب الفرنسي بون ليغوين. واعتبر مراقبون أن الاتحاد لن يتخذ القرار إلا بعد لقاء بجمعيته العمومية حتى يكون قرار الإقالة وسيلة لكسب ود الغاضبين في الجمعية من الأعضاء الأندية. وكانت الملاحظات التي قدمت لاتحاد القدم عبر رسالة عاجلة قد فتحت النار على مسألة المصروفات وأموال وحقوق العاملين مطالبين بالتقشف وتخفيف الإنفاق. ويبدو أن الغضب من أداء اتحاد القدم قد يدفع بالجهاز الفني للمدرب الفرنسي خارج الحسابات بقرار إقالة عاجل قد يتخذ في اجتماع القرار الذي سيكون له تداعياته أيضا، باعتبار أن ليغوين ليس هو الهدف الأساس من وراء كل هذه الضجة، وقد يكون للقضية المزيد من الحلقات والتداعيات في قادم الأيام. إذن حديث الساعة اليوم طبعا هو الاجتماع التشاوري بين الاتحاد. رحب بك طبعا في البداية أستاذ حمد الريامي صحفي بجريدة عمان، رأيك في 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 هذا الاجتماع وما هي النتائج اللي ممكن يخلص لها هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هي هو اجتماع تشاوري كان المتوقع أن يأتي الاتحاد بهذه الأسلوب لامتصاص غضب الجمعية العمومية التي بالفعل تحركت خلال الأيام الماضية، وما شاهدت من اجتماعات متواصلة وتنسيق ما بين الأندية. وحتى اليوم كتبت في جريدة عمان هي ضربة استباقية للاتحاد أراد بها أن يكسر الحاجز أو أراد بها أن يكسر المعنويات الكبيرة التي تمتع بها الجمعية العمومية هذه الأيام من خلال تعرف الحملة الكبيرة جدا على ضد الاتحاد حجب الثقة وغير ذلك. لكن أعتقد الاجتماع سيخرج بكثير من القرارات أنا أتوقعها، واليوم ما أتوقع أن يكون أبعد عن إقالة ليغوين، خاصة سيكون كبش الفداء في هذه كبش الفداء المعادلة. نعم، خاصة وأن الاتحاد عندما أراد اجتماع بالجمعية العمومية أراد أن يستشف منها ما هي المطالب الضرورية، وخاصة الحملة الكبيرة اللي شهدت خلالها الماضية بعض النتائج السلبية التي خرجت المنتخب الوطني من كأس الخليج وتصفية كأس آسيا. أعتقد أجبرت الجمعية العمومية أن تكون هذه المرة أكثر قوة وأكثر صلابة، وأن تستجيب أيضا لمطالب الجماهير الرياضية والشارع الرياضي الذي بات بالفعل يطالب بمحاسبة الاتحاد أيضا وتقييم هل الجهاز الفني. هذا السؤال أستاذ حمد، أنت ذكرت أن تستجيب لمطالب الجماهير، وبالأمس أيضا الأستاذ سيف الرحبي في مداخلة مع برنامج عناوين رئيس نادي أهل سداب ذكر أنه
الجمعية العمومية كردة فعل بعد يعني الغضب الكبير أو العتب اللي كان من الجماهير، قامت بردة الفعل. السؤال يطرح نفسه، أين كان دور الجمعية العمومية في الفترة الماضية، وهل كانت تنتظر إخفاق لأن تظهر في هذا التوقيت وتعرب وتفصح عن وجودها؟ شوف التجارب السابقة التي خاضتها الجمعية العمومية مع اتحاد الكرة، الاجتماعات التي دارت يعني من السنوات الماضية، وأعتقد كانت هناك بالفعل وعود كبيرة جدا من الاتحاد إن تصحيح المسار. تصحيح المسار ليس فقط للمنتخب الوطني، ولكن تصحيح المسار جوانب أخرى كثيرة جدا في الاتحاد. ولكن أعتقد بعد ما خرجت النتائج السلبية للمنتخب الوطني تراكمت معها الأشياء الأخرى التي كانت بالفعل يعني الجمعية العمومية كانت تنتظر أن تكون هناك نتائج مشرفة للمنتخب الوطني، وكانت تنتظر أيضا يعني الاستجابة للمطالب السابقة للجمعية العمومية التي لم تنفذ على أرض الواقع. بالفعل خلينا نقول يعني نتائج المنتخب الوطني ما هو إلا واحد من التراكمات السابقة لهذه للاتحاد وأيضا لمطالب الجمعية. وبالفعل عندما استجابت الجمعية العمومية مع مطالب الجماهير ومطالب الشارع الرياضي، خلينا نقول هو حديث الساعة أصبح، خاصة بعد الإخفاقين يعني في كأس الخليج وكأس آسيا، وكنا نأمل على الأقل أن تكون هناك مثلا نتائج أفضل، ولكن ساءت الظروف أن نكون في مجموعة قوية مع منتخبين قويين استراليا وكوريا الجنوبية، وهم الآن سيلعبون المباراة النهائية يوم بعد غد الجمعة. إذا بالفعل هناك حسابات قد تكون يعني خلينا نقول سابقة أو مكشوفة ما بين الاتحاد العمومي من قبل، إذا حانت الفرصة بأن تكون هناك محاسبة يعني هذه المرة دقيقة أكثر. يعني وخلينا نقول عندما يكون اجتماع تشاوري أعتقد يحاول الاتحاد أن يرمي الكرة في ملعب الجمعية العمومية وأن يستشف ماذا تريد الجمعية من الاتحاد قبل حجب الثقة. وغير ذلك قد تكون هناك تنازلات أخرى للجمعية العمومية من بينها الجهاز الفني والإدارة المنتخب. طيب، تابعت جريدة الزمن آخر استعدادات الأحمر الأولمبي للقاء الأبيض الإماراتي في تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة هواوي، وخرجت بعنوان يقول الأولمبي يتمسك بحظوظ المركز الثالث في بطولة الخليج، حيث يتمسك المنتخب الوطني الأولمبي بحظوظ الحصول على المركز الثالث والصعود على منصة التتويج في ختام بطولة الخليج السادسة للمنتخبات الأولمبية المقامة حاليا في البحرين بمشاركة المنتخبات الستة، حيث فقد المنتخب فرصة التأهل إلى المباراة النهائية بعد خسارته بركلات الترجيح ب4-5 أمام المنتخب الكويتي في اللقاء الذي جمعهما في الدور نصف النهائي. وسيلعب المنتخب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع المنتخب الإماراتي اليوم على أمل الفوز وحصد الميدالية البرونزية بعد أن باتت الميدالية الذهبية محصورة بين الكويت والسعودية، حيث تغلب المنتخب السعودي على الإماراتي بركلات الترجيح التي أهلته إلى نهائي البطولة. أستاذ حمد، تقييمك لمشاركة المنتخب الأولمبي في هذه البطولة، واليوم طبعا راح يلعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث؟ بالتأكيد نتابع المنتخب الأولمبي خلال المشاركة في هذه البطولة. أعتقد ويجب بالفعل هناك في تحسن في المستوى، وهناك أيضا أداء جيد من جميع اللاعبين، وكانت الطموحات كبيرة أن يصل المباراة النهائية لولا الحظ العاثر، وتعادلنا إيجابيا في الوقت الأصلي مع الكويت الشقيق، ومثلا ذهبنا إلى مباراة الترجيح والتي يعني ابتسمت للأشقاء الكويتيين. أعتقد بالفعل أنا يعني يعذرني الكابتن حمد العزاني، قد يكون حمد العزاني غير محظوظ في بعض المباريات الحاسمة يعني، وخاصة مع المنتخب الوطني شاهدنا أكثر من فرصة في هذا المستوى في هذا المنتخب في مثل هذه البطولات، وخاصة المباريات الحاسمة لم تحسن بالطريقة التي تطمح إليها الجماهير وحتى يطمح إليها الجهاز الفني في تحقيق الانتصار والوصول لمباراة النهائية. حتى كان نفس الشيء هذا الحظ موجود يتلازم مع نادي نهضة خلال نهائي كأس صاحب الجلالة في الفترة الماضية. ما أعتقد، لكن هل هذا مقياس؟ يعني المنتخب النهائي قدم مستوى جيد وكان قريب من الانتصار، ما ننسى أن المنافس أيضا أسلوب اللعب اللي قام المنتخب الكويتي ربما أيضا عقد من مهمة المنتخب. بالتأكيد قلت سوء الحظ مع الكابتن حمد العزاني، ولا أقول سوء التقدير أو سوء قيادة المنتخب، بالعكس حمد العزاني معروف كابتن كبير ومدرب له خبرات طويلة، ولكن سبحان الله قد يكون الحظ غير يعني متلازم معه في مثل هذه المباراة الحاسمة. لكن ما قدم المنتخب الوطني في المباراة بالتأكيد مستوى جيد، حتى كنا يعني متفائلين بأن يحقق البطولة، خاصة وأن حقق مباراة يعني فوزين مزدوجين في التصفيات الأولية. إذن كان بالفعل مؤهل بأن يكون المباراة النهائية،
ولكن بالفعل الحظ لم يكن معه. ونقول الحمد لله المركز الثالث أيضا لو تحقق اليوم مع المنتخب الإماراتي سيكون جيد بالنسبة مقاسا بالمستوى اللي يقدم المنتخب في هذه البطولة. طيب، وعلى صعيد منتخب الشباب يجري الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر بعض الاختبارات للقائمة الجديدة التي اعتمدها الجهاز. وقد تابعت صحيفة عمان هذه الاستعدادات وعنوانها تقول اختبارات فنية للاعبي منتخب الشباب، وتأتي هذه الاختبارات تحضيرا للمشاركات القادمة التي تنتظر المنتخب، حيث يمثل كل من اللاعبين عمار الرشيدي حارس المرمى ودخيل بن خميس اليحمدي أحد أهم العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني. صحيفة عمان تناولت خبر مشاركة منتخبنا للبراعم في المهرجان الخليجي تحت عنوان يقول منتخبنا يواجه الإمارات في افتتاح مهرجان التعاون، حيث ينهي المنتخب استعداده النهائي اليوم، وذلك قبل السفر إلى العاصمة البحرينية المنامة غدا للمشاركة في مهرجان البراعم الذي ينطلق بعد غد، ويبدأ المنتخب المشوار بملاقاة المنتخب الإماراتي، وسيقيم معسكره الداخلي القادم في 13 من فبراير استعدادا للمشاركة في المهرجان الآسيوي بجدة بالمملكة العربية السعودية. إذن منتخباتنا تواصل التحضيرات، منتخب الشباب الآن أيضا منتخب البراعم تنتظر مشاركة في المهرجان الخليجي. هذا هو المطلوب، تواصل المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية هو الأهم، وخاصة عندما يكون تركيزنا على منتخب البراعم. يعني منتخب البراعم سبق وأن أكدنا بأنه هو يعني الركيزة الأساسية للمنتخبات كلها، مر على منتخب الناشئين والشباب والأولمبيا حتى يوصل. ومتى ما كان الأساس بالشكل المطلوب فالناتج في النهاية راح يكون طيب. بالتأكيد إذا ما أحسن الاختيار في هذه المواهب وتم يعني خلينا نقول متابعتها وتم الاهتمام بها وترحيلها لمراحل الأخرى واستقطاب مجموعة أخرى قد تكون وجوه أفضل من بعض الأسماء، أعتقد ستكون لها شأن كبير جدا في المستقبل. إذن إحنا محتاجين إلى تواصل هذه المعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركات أيضا في البطولات الإقليمية والقارية. طيب، بعد رحيل كل من المقبالي والسوري مردكيان والمدافع عبد الرحمن صالح، دأبت إدارة نادي فنجة إلى تعويض أماكن النقص بتعاقدات هامة عزز بها النادي الأصفر عزز بها النادي الأصفر صفوفه على صفحات الملحق الرياضي بصحيفة عمان. جاءت أخبار هذه التعاقدات تحت عنوان يقول إدارة فنجة تعزز صفوف الفريق الكروي بثلاث محترفين أجانب، حيث تعاقدت إدارة نادي فنجة رسميا مع المدافع الدولي النيجيري أيك لاعب منتخب نيجيريا لكرة القدم، كما نجحت الإدارة في الوقت نفسه في التعاقد رسميا مع المهاجم السنغالي إبراهيم هداف فريق حتى الإماراتي السابق بالموسم الماضي، كما تعاقدت الإدارة الفنجاوية في فترة الانتقالات الشتوية أيضا رسميا مع المهاجم المغربي بلال نجم فريق الرباط المغربي. وفي الوطن عرجت الصحيفة إلى استعدادات نادي الصحار للمرحلة القادمة من دوري عمان تل المحترفين من خلال التعاقدات التي يبرمها النادي، فعنوانها تقول فريق الصحار يتعاقد مع البرازيلي أنطونيو، حيث أعلن نادي الصحار عن صفقة جديدة في سبيل تعزيز صفوفه بلاعب أجنبي وهو البرازيلي أنطونيو الملقب بكابانجو، ليس بغريب عن الساحة الخليجية حيث مثل كل من الشباب والجهراء في الكويت، كما لعب في قطر ضمن صفوف نادي الشمال، ويشغل أنطونيو مركز خط الوسط حيث سيعزز البرازيلي إمكانيات نادي الصحار في المنتصف، كما سيحاول إيجاد الحلول لمساعدة التماسيح في العودة مجددا في الصراع ضمن دور المحترفين العماني. وفي صحيفة الزمن كان لآخر مستجدات أحمر الباطنة نادي المصنعة متابعة من الصحيفة لتخرج بعنوان يقول المصنعة يتفق مع إيغور ويستغني عن الشاذلي، حيث ضمن سعي إدارة نادي المصنعة لتجهيز الفريق للفترة القادمة من دور المحترفين، اتفقت الإدارة مع مهاجم نادي ظفار سابقا البرازيلي إيغور الذي سيدرج في كشوفات المصنعة في الأيام القليلة القادمة ليكون المحترف الثالث في صفوف الفريق، كما تدرس إدارة المصنعة ملف لاعب آسيوي سوري الجنسية يوجد في الدوري الأندونيسي ويشغل مركز قلب دفاع، ومن المحتمل أن يتم التعاقد معه في حال اتفق الطرفان على كافة البنود. وتابعت الصحيفة أن الجهاز الفني بالفريق بقيادة البوسني كوزيك قرر تسريح المدافع المصري محمد الشاذلي الذي لم يقدم المأمول منه في مشوار الفريق بدور المحترفين، حيث اقترب الأخير من التوقيع لنادي نزوة.
إذن الأندية تواصل التحضيرات لدور الثاني من دورينا، وهي فرصة أعتقد أنه لتصحيح وتعويض ما فات في الدور الأول. بالتأكيد يعني حراك كبير جدا في الانتقالات الشتوية كما يطلق عليها، خاصة وشاهدنا لنزوة عفوا فنجة يحاول قدر المستطاع إلى تعويض الأسماء الكبيرة جدا اللي رحلت عنه، وخاصة هو الآن تتطلب مشاركة آسيوية كبيرة على المستوى القارة في الأندية، وأيضا بعض الأندية تسعى أيضا للابتعاد عن المراكز الأخيرة مثل ما شاهدنا صحار والمصنعة. بالفعل هم محتاجين النقاط مهمة جدا في الدور الثاني بعد ما فقدوها في الدور الأول. هناك حراك أيضا مع الأندية الأخرى التي استقطبت مجموعة من اللاعبين، ومن يعني من الغريب الأمر أن التوجه كبير جدا على القارة السمراء في هذه الفترة، خاصة أن بعض اللاعبين لهم يعني لهم سمعتهم الكبيرة ولهم تواجدهم في المنتخبات الأفريقية، وأعتقد سيكون إضافة جيدة جدا لهذه الأندية التي تسعى قدر المستطاع إلى التقدم خطوات كبيرة إلى الأمام. أنا أتوقع بالفعل الدور الثاني لدور المحترفين سيكون مثير جدا لجميع الأندية، سواء كانت المنافسة على الصدارة أو الاحتفاظ بمراكز الوسط أو الهروب من القاع، وهي بالفعل يعني سنشاهدها خلال المباريات القادمة، خاصة وبعد بعض الأندية يعني أصبحت مهددة فعلا بالهبوط، والأخرى أصبحت مهددة للابتعاد عن مراكز الصدارة، وخاصة أنها تسعى قدر المستطاع إلى تعويض ما فاتها من بطولات الموسم الماضي. إذن الدور الثاني سيكون مثير جدا، سنشاهد حراك أيضا خلال الأيام القادمة مع تعاقدات أخرى جديدة على المستوى الداخلي والخارجي. كل التوفيق إن شاء الله لجميع الأندية في الفترة القادمة. وإلى أصدار الانتقالات، انفردت صحيفة الزمن بآخر أخبار لاعب منتخبنا الوطني سعيد الرزيقي واهتمام الأندية بضمه بعد تألقه الملفت في خليج 22 بالرياض. فعنوانها تقول: القادسية الكويتي يسعى لضم الرزيقي. حيث ذكر مصدر كويتي أن إدارة نادي القادسية كانت تدرس خلال الفترة الماضية ملف مهاجم منتخبنا الوطني ونادي النهضة سعيد الرزيقي الشلهوب، الذي برز بشكل لافت مع الأحمر في بطولة كأس الخليج الأخيرة، وخاصة في المباراة التي جمعت المنتخب أمام نظيره الكويتي والتي بصم خلالها الشلهوب بثلاثية في شباك الأزرق. وأكد المصدر أن النادي الكويتي قد أرسل خطابا رسميا إلى إدارة نادي النهضة، ولكن الرد تأخر كثيرا، ومن المحتمل أن تتجه البوصلة إلى المهاجم الآخر في صفوف المنتخب والعائد من الإصابة عماد الحسني. شلهوب إذن أصبح مطلوب خارجيا، وعماد أيضا ورقة ربما يلجأ لها القادسية في ظل تأخر رد نادي النهضة. شوف البشرة الجيدة اللي احنا يعني استفدنا منها من بعد كأس الخليج الأخير في الرياض وأيضا مشاركتنا الآسيوية، هو إعادة المحترفين مرة أخرى لاعبين السلطنة إلى الدوريات الخليجية. عبد السلام عامر الكويتي أيضا المقبالي سيكون في الكويت أيضا، والآن الشلهوب ومعه أيضا عماد الحسني، واحد منهم لكن على الأقل سيكون لدينا ما أقل من 5 محترفين خارج السلطنة مع وجود عائل الحبسي خلال الفترة المقبلة. إذا بالفعل هي ظاهرة صحية، بدأت بالفعل الحراك خلينا نقول الاحتراف الخارجي يعود مرة أخرى إلى لاعبين المنتخبات الوطنية، وهذا هو الأهم عندما يكون لديك مجموعة من اللاعبين المحترفين. إذا تتقيس المنتخب بدأ يتطور بشكل أفضل، بدأت لاعبين أيضا تراقب مجموعة من اللاعبين الآخرين. أنا أتوقع خلال الفترة القادمة سنسمع عن أسماء أخرى من ضمنها كان محمد المسلمي أيضا، هناك كان لاعبين تراقب محمد المسلمي في كأس الخليج. إذا أنا أتوقع هذا الحراك سيكون الأفضل إن شاء الله. إذا بالفعل عندما يكون لدينا مجموعة من اللاعبين المحترفين سيكون شيء إيجابي لصفوف المنتخب الوطني، وخاصة أننا ننتظر استحقاقات قادمة هو تصفيات كأس العالم روسيا 2018، ونحن محتاجين لهذه الوجوه بشكل كبير جدا. ممتاز، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لجميع لاعبي منتخبنا الوطني. صحيفة عمان انفردت بحوار لكابتن نادي صحار بدر الجابري الذي فتح النار على إدارة فريقه، مشيرا إلى أنها تقدم وعودا وهمية، وخرجت بعنوان يقول: الجابري 1600 ريال تكلفة العملية ومستحقاتي 5850 ريالا في مهب الريح. حيث خرج الجابري عن صمته بعد أن وجد الأبواب موصدة إزاء تكفل النادي بعلاج إصابته التي ألمت به. وكانت الإصابة التي لحقت بالجابري وفق ما سرد لعمان الرياضي قد تمثلت في وجود التواء في الكاحل نتج عنه حالة تمزق في الرباط الخارجي من الدرجة الثانية، وتمزق في الرباط الداخلي من الدرجة الأولى، وقطع كامل في الرباط الصليبي. إذن بدر الجابري يشكو من إصابة مؤثرة، وأيضا يعني ينتقد تعامل النادي في هذه الفترة معه. ما كنا نتمنى أن توصل الأمور إلى هذه
الى هذا الوضع يعني، خاصه نادي صحار معروف باهتماما باللاعبين واهتماما بالفريق بشكل عام، وهناك جماهير كبيره جدا تقف خلف الفريق وهناك داعمين لهذا النادي. اتمنى ان شاء الله من اداره نادي صحار ان تجلس مع اللاعب وان تعطيه حقوقه بالفعل اذا كان هو تم علاجه في الخارج وصرف هذه المبالغ كلها، خاصه نعرف ان العمليات دائما تكون يعني اسعارها باهظه، خاصه اذا ما قيمه خارج السلطنه، البعض يلتجئ الى دول مجلس التعاون باعتبارها اقل كلفه، ولكن عندما يعني تكون لك عمليه بهذا المستوى قطع يعني رابط صليبي في ثلاث اماكن اعتقد بالفعل مكلفه، لكن اداره صحار اعتقد لا يمكن ان تفرط في لاعبها ولا يمكن ان لا تعطي كل الحق من حقه، اعتقد اداره نادي صحار هي واعيه ومهتمه بجميع اللاعبين ولديهم اهتمام كبير جدا بجميع اللاعبين وليس اسم معين، انا اتمنى ان لا توصل المواصيل الى هذا الحد يعني، وتكون هناك سخط وزعل من اللاعبين على الاداره. بالسلامه ان شاء الله لبدر الجابري، وان شاء الله ان هذه المساله تحل في الايام القليله القادمه. بعد تحقيقه للمركز الرابع في بطولة دوري العالم، أشادت صحيفة الوطن بالمنتخب الوطني للهوكي، فعنوانها تقول: المنتخب الوطني الأول للهوكي أكثر من واعد والمركز الرابع مستحق. حيث وصلت مساء أمس الأول بعثة المنتخب قادمة من جمهورية سنغافورة بعد مشاركتها في منافسات بطولة دوري العالم للهوكي المرحلة الثانية التي أقيمت على ملعب سين كانغ بسنغافورة العاصمة، وقد حصل على المركز الرابع في مجموعته عقب خسارته في الدور قبل النهائي أمام الفريق الياباني ب0-4. فقد بذل لاعبو المنتخب جهدا رائعا في جميع المباريات التي خاضوها في الدور الأول والدور الثاني والدور نصف النهائي مرورا بختام البطولة. تابعت صحيفة الوطن أخبار منتخباتنا الوطنية للتنس لتخرج بعنوان يقول: بعثة الاتحاد العماني للتنس تطير إلى الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج. حيث غادرت بالأمس بعثة الاتحاد العماني للتنس إلى دولة الكويت للمشاركة في مسابقات كأس الخليج للفئات العمرية تحت 18 عاما وتحت 14 عاما، وتتألف البعثة من منتخبات تحت 18 عاما وهم يونس الرواحي وعبد الله البرواني وعمار الخنجري، ومنتخب تحت 14 عاما المؤلف من منير الرواحي وعلي السرحاني وعبد الله الريسي وإياد الخنجري، ويرافق الوفد الحكم عبد الله اليحيائي. بعد أن كان أول سباق في السلطنة يتم الاعتراف به من قبل الاتحاد الدولي لسباقات الطريق والماراثونات، رصدت صحيفة الوطن الاستعدادات الجارية للسباق في حلته الثانية لتعنون تقول: اللجنة المنظمة لسباق تحدي العامرات تكشف تفاصيل النسخة الثانية الاثنين القادم. حيث تأكد اللجنة المنظمة لسباق تحدي العامرات النسخة الثانية والتي تنظمه مؤسسة الأداء المتفوق وبدعم من الاتحاد العماني لألعاب القوى مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل بقاعة المؤتمرات باللجنة الأولمبية العمانية، وذلك للكشف عن تفاصيل السباق الذي سيقام يوم السبت 14 فبراير المقبل في تمام الساعة 8 صباحا على مسار مرتفعات طريق العامرات بوشر الجبلي. ومن المتوقع بأن تشهد النسخة الثانية من السباق إقبالا كبيرا من قبل محبي رياضة الجري على المستوى المحلي والعالمي. نصل الآن للأخبار العربية مشاهدين الكرام. لا وقت للبكاء، ودعنا بكبرياء، هكذا كان لسان حال صحيفة الاتحاد الإماراتية بعد وداع المنتخب الإماراتي كأس آسيا، وخرجت بعنوان يقول: نهاية الحلم الأبيض. حيث خرج منتخب الإمارات من سباق ذهب نهايات كأس آسيا لكرة القدم بعد خسارته أمام أستراليا بـ2 في مباراة نصف النهائي أمس على استاد نيوكاسل بعد مباراة حضر فيها الكانغارو بقوة في الشوط الأول، ونجح في تسجيل 2 في أول ربع ساعة لينهي حلم الأبيض في الوصول إلى النهائي والظفر باللقب. وأكدت الصحيفة أن الدخول المتأخر في أجواء المباراة تسبب في الخسارة رغم محاولاته المتكررة في الشوط الثاني للعودة إلى اللقاء، ولكن غياب التركيز في إنهاء الهجمة أهدر كل الفرص التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة. إذن منتخب الإمارات يودع، يعني هدفه كان الوصول للمباراة النهائية، ولكنه اصطدم بصاحب الأرض والجمهور المنتخب الأسترالي وخسر اللقاء. بالتأكيد يعني كنا نتأمل أن يكون منتخب الإمارات الشقيق في المباراة النهائية مع كوريا الجنوبية، ولكن مثل ما تكلمنا من قبل
بين المنتخب الاسترالي صاحب الارض والجمهور، ما اعتقد يفرط في هذا يعني في هذه المباريات، خاصه انه مطامع كبيره للاحتفاظ بهذا اللقب في ارض يعني في ارضه وبين جمهوره. واعتقد هو استعد باستعداد جيد وكشف جميع المنتخبات الاوراق التي فيها، وخاصه المنتخب الاماراتي بعد اداء الكبير مع اليابان شاهدنا بالفعل يحتاج الى بعض اللمسات، ولكن استغلها المنتخب الاسترالي وخاصه انه حقق الفوز في ربع ساعه الاولى. اذا بالفعل المنتخب الاسترالي اجهض على الاشقاء الاماراتيين من الشوط الاول ولم يعتمد الفرصه في الشوط الثاني، سواء كان يعني رد التعادل او على الاقل تقليص الفارق، وشاءت الظروف ان نلتقي الى الاشقاء ايضا العراقيين والاماراتيين تحديد المركز الثالث يوم الجمعه، واحنا نامل ان تكون مباراه بالفعل مباراة يعني استعراضية تؤكد مدى تطور كرة القدم الخليجية والعربية. لكن عندما نعود إلى الجانب الفني أعتقد المستوى اللي قدم المنتخب الإماراتي كان بالفعل كبير، لكن ما كان بذاك المستوى المطلوب مع الأستراليين، وخاصة الأستراليين هل أجهد الفريق أمام اليابان لأنه وصل لأشواط إضافية وبالتالي ربما بدنيا ما كان جاهز بالشكل المطلوب؟ هو بالفعل اللي تابع للشوط الأول يجد هذا الشيء بين اللاعبين لم يقدموا ذاك المستوى وكان بالفعل مجهدين. اعتقد مهدي علي قد يكون اخطا في بعض يعني التقديرات لبعض اللاعبين الاستراليين، احنا خلينا نقول وخاصه الاستراليين معروفين بقوتهم وبنيه جسمانيه وسرعتهم ولديهم لاعبين محترفين حتى في الخارج، اذا قد يكون الاخطاء الفنيه اللي وقع فيها اللاعبين مع تقدير المدرب مهدي علي لم تكن بذيك الصوره، مع الاخطاء الدفاعيه التي اهتزت بشكل كبير في الشوط الاول اعطت المنتخب الاسترالي الفرصه في التقدم مرتين خلال ربع ساعه، خاصه وان المنتخب الاماراتي حاول ان يعود من في الشوط الثاني، لكن صلابه القوه الدفاعيه اللي فرضها المنتخب الاسترالي ما اعطت اي تقدم. شاهدنا فيصل خليل وعموري وغيرهم حتى كان تسديدهم طايش من بعد، ذهبت الكثير من الكرات بعيدنا عن المرمى، اذا بالفعل كانت الصلابه الدفاعيه هي من اهيضت يعني المستوى اللي كان يامل ان يقدم المنتخب الاماراتي في هذه المباراه. عموما ينضم لنا الان مشاهدينا الكرام الاستاذ محمد البادع رئيس القسم الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه. مساء الخير استاذ محمد. يا مرحبا فيك اخوي مسي، اصبح عليكم واصبح على الساده المشاهدين كلهم ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. كيف تصف خروج المنتخب الاماراتي امام نظيره الاسترالي في الدور نصف النهائي لبطوله كاس اسيا، ورايكم بشكل عام في المستويات اللي قدمها المنتخب الاماراتي في هذه البطوله؟ بكل تاكيد يعني كان الخروج خروج مشرف بالنسبه لنا. اعتقد ان امس بين او ظهر بشكل واضح الفارق البدني الكبير بين المنتخبين. يمكن كانت الأفضلية بكل تأكيد لأستراليا. أستراليا تملك أكثر من 18 محترف في كبرى الدوريات الأوروبية. يمكن مباراتنا أمام اليابان أجهدت اللاعبين كثيرا 120 دقيقة. أضف إلى ذلك أن أستراليا كان لها أفضلية بيوم، وهذا يصير في البطولة. يمكن المباراة في أولها الهدفين اللي تسجلوا في أول ربع ساعة خربطت كثير من اوراق الكابتن مهدي علي. حسب يعني من وجهه نظري يمكن الكابتن مهدي كان يريد مباراه نفس مباراه اليابان، لانه هو يدرك تماما ان من الصعب مجاراه المنتخب الاسترالي، لان القوه البدنيه والحاله الجسمانيه دائما تكون لمصلحه المنتخب الاسترالي. يمكن كان يريد يناورهم من البدايه نفس ما فعل من اليابان ومن ثم يرجع ويحافظ. لكن تعرف اي فريق يدخل في مرمى اول ربع ساعه هدفين اكيد انه بيغير كثير من ملامح الفريق. بالنسبه لنا احنا كاعلام اماراتي يمكن اليوم لو شاهدنا مانشيتات كل الصحف المانشيتات واحده ان اداء مشرف خروج مشرف. احنا ندرك تماما الضغوط اللي على اللاعبين سواء البدنيه او النفسيه. اللاعب الخليجي لا زال يحتاج احتكاك اكثر مع مدارس اقوى واكبر. تعرف احنا اللاعب الخليجي من الصعب انه يقدر يلعب في 10 ايام او 12 يوم اربع او خمس مباريات، على عكس اللاعب الاسيوي اللي يحترف خارجيا. يمكن ما نلاقي هالفروقات بيننا كدول خليج، لكن لما نروح نلاقي شرق القاره او تحديدا المنتخبات المتطوره
نتأثر كثير بهذا العامل. بالنسبة لنا كإعلام إماراتي الجميع اتفق أن المنتخب أدى اللي عليه، الهدف كان واضح من البداية سواء من الجهاز الفني أو من اتحاد الكرة، متمثل في الوصول إلى دور الأربعة. الحمد لله تحقق، أعتقد أن نمتلك جيل أكثر من رائع، نحتاج فقط للاحتكاك أكثر مع مدارس قوية في الفترة المقبلة، لأن لو تكلمنا في موضوع الاحتراف والاحتراف الخارجي أعتقد أنها مشكلة تعاني منها كل دول الخليج. لازلنا نحتاج وقت كبير. طيب استاذ محمد، المعذرة على المقاطعة، أيضا هنالك أصوات إعلامية من الإمارات يعني أعربت عن عدم رضاها الكامل، لأنه المنتخب الإماراتي سبق له أن وصل لنهائي كأس آسيا، وهذا الجيل بالتحديد يعني مر تقريبا بأكثر من 7 سنوات في مراحل إعداد ابتداء من المراحل السنية، وبالتالي ربما كان الطموح أكبر، يعني الوصول للنهائي ممكن كان هدف ومطمع بالنسبة لهؤلاء الإعلاميين. احنا نحترم كل الاراء، بس انا كمتابع اعتقد ان هؤلاء قله ولهم كل الاحترام. انت اليوم لو تتكلم عن مانشيتات كل الصحف لو تجمعها كل المانشيتات شكرا وما قصرتوا وشكرا انتم ابطال، تبقى في وجهات نظر اكيد تحترم، لكن انا من وجهه نظري الشخصيه يعني تختلف البطوله السابقه عن البطوله الحاليه، ليس تقليل في الجيل الماضي بقدر ما أن المنتخبات نفسها أستاذ أحمد اختلف. اليابان مش هو اليابان، ولا استراليا هي استراليا، ولا الكوريا، ولا هؤلاء كلهم أخذوا خطوة لين قدام وإحنا لازلنا في نفس المكان، فما المقارنة ظالمة هنا. الجيل الماضي 96 بكل تأكيد جيل رائع وأكثر من رائع، لكن إذا تكلمنا بنفس المبدأ جيل 96 نفسه يؤكد أن هذا الجيل أفضل جيل مر على تاريخ المنتخب. يا أخي الفكرة العامة إذا إحنا ترى الكلام كله يتكلموا يعني كل الانتقادات توجه للجهاز الفني، يعني هذا الإطار العام إن إحنا نملك نجوم وما عندنا جهاز فني. طيب ما الاستقرار نفسه اللي من 8 سنوات هو اللي وصلنا لهالمرحلة يا أخي، ولا يعني لو ننظر بس للدول المجاورة، يعني ولا تقليلا في الدول إخوان وأحباب، لكن شوف مدى تأثير الاستقرار الفني أو عدم الاستقرار الفني في منتخباتهم. احنا لو نتكلم احنا وايد عانينا، يعني وايد عانينا من مسألة تغيير المدربين وايد، يعني اليوم لازم نعطي ثقة، احنا اليوم في نص الطريق. انا اقرأ اخوي احمد في 2006 المانيا خسرت نصف نهائي امام ايطاليا في كاس العالم. جميل. الجريدة البلد الالمانية طلعت وكتبت دنكي عنوانها، يعني شكرا. وفي 2010 لم يحققوا الحلم، من 2006 لين 2014 لم يغيروا اللاعبين ولم يغيروا المدرب، وفي النهايه كانت المحصله كاس عالم. فاحنا حتى اليوم اللي يعني احنا لازم نكون منطقيين في الحكم. جميل. الكابتن مهدي ما قصر، في ما في انسان بدون اخطاء، ممكن يكون لم يوفق في تغيير او لم يوفق بلاعب، لكن الجميع متفق ان اكثر شخص يعرف هؤلاء اللاعبين هو مهدي علي. في لاعبين لا يلعبون حتى في الدوري ومع هذا يبرزون ويطلعون في المنتخب. ما نهضم حق الكابتن مهدي العلي، نتناقش معاه وننتقده ونقول ونعبر عن وجهة نظرنا. وبالنسبة لي أن الأصوات هذه بالعكس إيجابية ليست سلبية. ما هي الخطوة القادمة؟ هل ممكن أن نعتبر أن هذه المحطة تعتبر محطة مثالية تحضيرية لاستحقاق الهام القادم، تصفيات كأس العالم والوصول لروسيا 2018؟ بكل تأكيد هذا الحلم مش حلم الإمارات بس، حلمنا كلنا كدول خليجية. يمكن اليوم احنا المنشط جريدة الاتحاد شكرا أبطال هدفنا المونديال. بكل تأكيد ان الفترة هذه محتاجين ثقة، محتاجين ندعم هالمنتخب، محتاجين نوفر له معسكرات أكثر، مباريات ودية على مستوى عالي أكثر، لأن هالشيء في النهاية نعم خسرنا بطولة ولكن أعتقد أن القادم أفضل إن شاء الله. عموما شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد البادع رئيس القسم الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتي، شكرا لك. إذن يعني المسألة من كلام أنه في حالة من الرضا الكبير من وسائل الإعلام الإماراتية وأيضا الوسط الرياضي الإماراتي. هو حتى الكابتن مهدي علي تطرق على الجانب فقال ان الوصول الى المربع الذهبي انا اعتبره مرضي بالنسبه كجهاز فني وكمدرب يعني منتخب، ولكن دائما تكون طموحات بالفعل كبيره انك توصل للمباراه النهائيه وتقارع اقوى المنتخبات في هذه البطوله، وعلى الاقل
تحاول تحقق البطولة، إذا يعني إذا ما حققت البطولة على الأقل المركز الثاني، لكن أيضا المركز الرابع والوصول للمربع الذهبي أعتقد هو حج إنجاز بالنسبة للمنتخب، يعني بدأ بمستوى ثابت من البطولة، لم يخسر إلى مباراة أستراليا وهي 2-0 بالنتيجة الكبيرة، وأعتقد ما قدمه اللاعبين من مستوى جيد هو مشرف بالنسبة للكرة الإماراتية والكرة الخليجية حتى حتى عناوين الصحف في عمان ومنها جريدة عمان تطرق على هذا الجانب وقالت هو خروج مشرف، والنظرة ستكون لروسيا، يعني أصبح اللاعب يتراقب يعني القادم وهو التحضير لكأس العالم القادم. إذن المنتخب الإماراتي أنا أتوقع له شأن كبير في المستقبل، خاصة إذا ما حافظوا على هذا هذه الأسماء الموجودة الحالية ونفس الجهاز الفني والإداري اللي مثل ما أكد الكابتن إنه يعني من 7 سنوات هو مع هؤلاء اللاعبين. طيب، تبدو أن تداعيات الخروج الآسيوي للأخضر السعودي متشابهة نوعا ما لما يحدث هنا في السلطنة، فقد خرجت أصوات بعض الأندية تطالب بحجب الثقة عن الاتحاد الكروي الذي سيناقش تقرير المدرب كوزمن بعد البطولة، وكذلك بعض القضايا العالقة التي أثرت في مردود الأخضر في البطولة. نتابع ما كتبته المدينة السعودية حول هذه التداعيات. يعمل اتحاد كرة القدم الأسبوع المقبل إلى إجلاء آثار عاصفة دورة كأس الخليج وكأس أمم آسيا اللتين كانتا تمثلان أملاً لعشاق كرة القدم السعودية في عودة الأخضر إلى منصات التتويج، وتدفع بمسيرة الاتحاد الحالي خطوات رغم الأزمات التي توالت عليه، حيث سيبدأ الشهر الجديد فبراير بورشة عمل للجنة الاستراتيجيات برئاسة الدكتور عبد اللطيف بخاري التي عملت على مدى سنة كاملة مع خبراء من داخل وخارج المملكة على رسم طريق المستقبل لكرة القدم السعودية طيلة العقدين المقبلين. وسيشرك الاتحاد في ورشة العمل هذه مجموعة كبيرة من المختصين للوقوف على مرئياتهم قبل عرض الاستراتيجية على مجلس إدارة الاتحاد الذي سيلتئم ظهر 3 فبراير برئاسة أحمد عيد لمناقشة كل القضايا الإدارية الفنية المالية التحكيمية التدريبية لوضعها في ملفات متكاملة وعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها المنتظر في السابق من نفس الشهر، والذي سيحدد العلاقة بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للفترة المقبلة. وتعتزم مجموعة من الأعضاء سحب الثقة من مجلس الإدارة لعجزه من وجهة نظرهم في حل كثير من القضايا خلال العامين الماضيين وتعطيله عقد الجمعية العمومية لأكثر من 1.5 عام، وعدم تعاونه مع لجنة إعادة صياغة النظام الأساسي برئاسة خالد بن معمر الذي لجأ إلى الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد لإقناع مجلس الإدارة بالحوار ومناقشة القضايا العالقة، حيث التقى رئيس الاتحاد بن معمر وبعض مساعد الرئيس العام الذين اتفقوا على أن تقوم الجمعية العمومية بتعديل بعض نصوص النظام الأساسي للاتحاد وفي مقدمتها طريقة الانتخابات بحيث تقام على أساس القوائم وليس الترشح الفردي وإيجاد أكثر من نائب للرئيس، ودور الأمين العام للاتحاد أحمد الخميس الذي يواجه سيلا من الانتقادات من قبل أعضاء الجمعية العمومية وبعضا من أعضاء مجلس الإدارة. وسيتم في الاجتماع القادم مناقشة وضع المنتخبات الوطنية على ضوء نتائج دورة كأس الخليج وكأس أمم آسيا وإلغاء الاتحاد عقود الأجهزة الفنية الإسبانية التي كانت تدير العملية في الفترة السابقة والإتيان بطاقم تدريبي لكل من المنتخبات من أمريكا الجنوبية استجابة لتوصيات لجنة الاستراتيجيات التي ارتأت أن المدرسة اللاتينية هي الأنسب للكرة واللاعب السعودي. وسيكون تقرير الروماني كوزمين أولاريو الذي أشرف على الأخضر بصفة مؤقتة في كأس آسيا حاضرا في الاجتماع الذي أوضح فيه عدم جدية اللاعب السعودي وافتقاده إلى الروح القتالية في الملعب. رئيس اللجنة المالية والمتحدث الرسمي في الاتحاد عدنان المعيبد سيعرض في هذا الاجتماع كل التعاقدات التي أجراها الاتحاد في الفترة الماضية والعقود المقبلة، والتي سيكون من بينها شركة سيارات راعية للاتحاد وشركة طبية وإحدى مجموعات من الفنادق، كما سيناقش أيضا التصريحات الإعلامية لعدد من أعضائه في الفترة الماضية بالإضافة إلى تغريدات مهاجم نادي الهلال ياسر القحطاني ولاعب النصر إبراهيم غالب الذي أشار فيها إلى وجود تدخلات في تشكيلة الفريق وهي مدعمة لتصريحات أبو داود، حيث سيتم استدعاء لاعب النصر إبراهيم غالب للتحقيق في أقواله
كما سيتم تحديد آلية تواصل الأعضاء مع وسائل الإعلام وتحويل تغريدة القحطاني إلى لجنة الانضباط بالاتحاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وسيعقد رئيس الاتحاد أحمد عيد وبعض مساعديه بعد الاجتماع مؤتمرا صحفيا يكشف فيه كل الملابسات والأمور الخافية على الرأي العام، انطلاقا من مبدأ الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام. إذن أيضا هنالك عدم رضا في الوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية، الجماهير لا زالت تنتظر حضور أفضل، تنتظر إنجازات من المنتخب السعودي في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة، لكن إلى الآن لا تتحقق. هو الهم مشترك، والهم مشترك ما بين معظم منتخبات دول مجلس التعاون، وخاصة اللي ما حققت نتائج في كأس آسيا. وعندما يعني تثير هذه الثائرة في المملكة العربية السعودية من قبل الاتحاد من قبل الأندية عفوا الجماهير، هي محقة باعتبار أن المنتخب يعني المنتخب السعودي كان له بصمات قوية في كأس آسيا وحقق البطولة مرتين، وهناك أيضا كان منافس قوي على هذه البطولة من قبل. إذن بالفعل عندما يتكلم الأقلام في السعودية وعندما تتحدث الآراء في السعودية وعندما يعني تطلب الأندية اجتماع طارئ وحجب الثقة على الاتحاد، أعتقد هي محقة. وسبق أن تحدثنا بأن للأسف الشديد قوة الدوري السعودي لم تنعكس إيجابيا حتى الآن على قوة المنتخب، على قوة المنتخب في الفترة الأخيرة نتكلم. وقد يكون هناك الظروف جاءت بسبب تغيير الجهاز الفني لأكثر من مرة، شاهدنا المدربين يتغيروا أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، وهذا ما أثر سلبي على المنتخب السعودي. أيضا عدم يعني وجود الأسماء اللي تشكل الثقل الحقيقي في المنتخب السعودي أو تواصلها مع المنتخب السعودي، هناك تغييرات تم استبعاد مجموعة من اللاعبين خلينا الخبرات من بينهم ياسر قحطاني والمجموعات الأخرى. إذن هي ردة فعل أيضا غاضبة في الشارع الرياضي السعودي، والتي بالفعل أصبحت تطالب بهذه المطالب وهي محقة، خاصة عندما تتكلم عن المنتخب السعودي اللي يعني خلينا نقول أرهب المنتخبات الآسيوية، وكان مقارع وكان يعني منافس قوي على هالبطولة يعود ويخرج من الدور الأول، بالفعل هي بالغ الصعوبة. أنه أيضا الاستقرار الفني ربما على بعض الأجهزة الفنية لم يستمر لفترات طويلة، وبالتالي هذا الأمر أيضا يعني يصعب من مهمة المنتخب. هذا ما شاهدنا ريكارد، شاهدنا كوزمان، شاهدنا مجموعة من المدربين اللي قادوا المنتخب عن المنتخب السعودي الفترة الأخيرة. إذا لو تقيس المقياس ما حتى ما يعني خلال ست خمس سنوات أو خلال ست سنوات، يعني هناك أكثر من مدرب مضى أو مر على المنتخب السعودي. إذا بالفعل لا يوجد هناك استقرار فني لدى يعني الجهاز الفني، وهو دائما كلما يأتي جهاز فني يأتي بآراء بمدارس مختلفة، إذا حتى الخيارات قد تكون غير موفقة في بعض الأحيان. لكن عندما يستمر مثلا معك المنتخب الألماني، يعني لو تشوف المنتخب الألماني كم سنة استمر اللاعبين في المنتخب، قد يكون تغير الجهاز الفني، ولكن استقرار اللاعبين قد يكون هو الأهم من استقرار الجهاز الفني في بعض الأحيان، وهذا هو المطلوب. طيب، وإلى صحيفة اليوم السعودية التي تحدثت عن نهائي بطولة هواوي للمنتخبات الأولمبية، فعنوانها تقول: ديربي خليجي على المستوى الأولمبي يجمع بين الأخضر السعودي والأزرق الكويتي. حيث يحتضن استاد البحرين الوطني مساء اليوم نهائي بطولة المنتخبات الأولمبية الخليجية السادسة الذي يجمع بين المنتخب السعودي ونظيره الكويتي. والمؤشرات التي تسبق المباراة تشير إلى أن المواجهة ستكون في قمة الإثارة والندية، نظرا لرغبة طرفين في الظفر بكأس البطولة من جهة، ولكون مباريات الأخضر والأزرق تعتبر ديربي الخليج للتنافس الأزلي المحتدم ليس على مستوى كرة القدم فحسب، بل على مستوى كل الألعاب. وإلى صحيفة المدى العراقية التي تناولت في صفحاتها الداخلية المواجهة المرتقبة للمنتخب العراقي مع شقيقه الإماراتي وأصداء الخروج من نصف النهائي أمام الشمشون الكوري لتخرج بعنوان: مستشار المنتخب يتهم ساتو بالانحياز لكوريا. حيث تتطلع كتيبة شنيشل إلى نسيان الخسارة مع المنتخب الكوري والفوز بالمركز الثالث، وعلى الرغم من فقدان حلم التأهل إلى المباراة النهائية، إلا أن أعضاء الفريق يعيشون أجواء مثالية وبروح معنوية عالية وإصرار على تحقيق الفوز في لقاء الإمارات المقبل. بما أكد مستشار المنتخب العراقي أن الحكم الياباني ساتو كان مهزوزا ومتعاطفا مع الفريق الكوري، مبينا أن حالة الخطأ التي احتسبها ضدنا وجاء منها الهدف الأول لم تكن صحيحة.
وإلى الجزائر وتأهل الخضر للدور الثاني من بطولة الأمم الإفريقية، حيث خرجت صحيفة الخبر بعنوان يقول الشجعان بروح المونديال يعبرون الدور الأول بسلام. وامتدحت الصحيفة أداء المنتخب الجزائري معتبرة أن الخضر استحقوا التأهل بعد الفوز الصريح على المنتخب السنغالي. إذا المنتخب الجزائري من جديد يثبت جدارته وإمكانياته العالية ويتفوق على المنتخب السنغالي وبالتالي يعبر للدور القادم. بالتأكيد ما قدم المنتخب الجزائري في كأس العالم الأخيرة يؤكد مدى تطور المنتخب على مستوى القارة الإفريقية في الفترة الأخيرة. وعندما يعبر كأول متأهلين من الدور الأول للدور الثاني أعتقد هي بصمة واضحة للجهاز الفني لأيضا اللاعبين، لا زال يحتفظ هذا المنتخب بنفس المستوى. أنا أتوقع سيكون من ضمن الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي وسيحاول قدر ما استطاع لأن يؤكد جدارته وحقيته بهذه البطولة باعتباره المنتخب الأفضل حتى الآن على مستوى القارة الإفريقية. لكن لا ننسى أيضا المنتخبات الأخرى، معك غانا معك السنغال لها أيضا حضورها القوي في هذه البطولة، لكن أتمنى أن يكون نهائي عربي إن شاء الله وأن تكون البطولة العربية، ويستحق المنتخب الجزائر على الأقل يعوض ما يعني ما فاته خلينا نقول في تصفيات كأس العالم الأخيرة. عموما شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الريامي صحفي بجريدة عمان، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد أخرى. شكرا أحمد، نلتقي مرة ثانية إن شاء الله. إذن لمشاهدينا مستمرين معكم، فاصل قصير وبعد ذلك ننتقل لأبرز مقالات اليوم. خرج الكاتب بصحيفة عمان الزميل حمد الريامي بمقال مثير اليوم، يتحدث فيه عن وقائع الأحداث الجارية هذه الأيام بين شد وجذب، وابتعد الريامي عن طرح رؤيته حول ما يدور مفضلا السرد عن طرح الرأي. نتابع. يدخل الاتحاد العماني لكرة القدم هذه الأيام في مناقشة قوية مع الجمعية العمومية بعد نتائج غير المرضية للمنتخب الوطني الأول التي بدأت منذ تولي الجهاز الفني الحالي بقيادة الفرنسي بول لوغوين، حيث كانت بداية عثرته من خليج 20 باليمن وبعدها 21 في البحرين و22 بالرياض، مرورا بتصفيات كأس العالم الماضية التي كانت المؤهلة إلى البرازيل 2014 حتى جاءت العثرة الكبرى في كأس الأمم الآسيوية في أستراليا التي خرجنا فيها من الدور الأول، مما زاد من السخط الجماهيري الذي استجابت له الجمعية العمومية في تحرك سريع وردة فعل متوقعة. المواجهة المرتقبة ما بين اتحاد الكرة والجمعية العمومية قد تختلف عن المواجهات السابقة باعتبار هذه المرة تأتي بعد تراكمات كثيرة ووعود مختلفة من اتحاد الكرة لم تلبي الواقع والطموح الذي ينشده الجميع في تطور رياضة كرة القدم بالسلطنة حسب المتوقع، بالرغم من الملايين التي صرفت والتي كان معظمها للمنتخب الوطني الأول بما فيه من أجهزة فنية وإدارية ومكافآت الفوز والتعادل للاعبين، مرورا بالراتب الكبير الذي يتقاضاه الخبير الفني ومن معه من المساندين والمعاونين التي استنزفت خزائن الاتحاد واشتكى معها مجلس الإدارة من قلة الدعم وعدم وجود السيولة المالية المطلوبة. وقد تكون هذه الخطوة جريئة بعد الاجتماع التشاوري الذي عقدته الأندية في نادي بوشر وطرحت من خلالها مجموعة من الآراء والمقترحات التي كان أهمها حجب الثقة عن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمطالبة بإيقاف الجهازين الفني والإداري للمنتخب وإعادة منظومة اختيار اللاعبين. وعلى الرغم من الساعات الطويلة التي قضاها المجتمعون في هذا الاجتماع الذين حاولوا أن يضموا أكبر عدد من الأندية إليهم، إلا أن البعض ارتجى أن تكون هناك خطوات أخرى وهو إعطاء إدارة الاتحاد شيئا من الفرصة لإعادة الحسابات من جديد من خلال التقييم الفني الشامل للجهاز الفني للمنتخب وكذلك الخبير الفني. ومع تلك التحركات التي كان يراقبها الاتحاد وما كانت تسعى إليه الأندية في عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، تأتي الضربة الاستباقية من اتحاد الكرة حول طلبه اجتماعا تشاوريا عاجلا مع جميع الأندية وعددها 43 ناديا ومعها الضيف الجديد نادي الوسطى للبحث عن حلول ومقترحات تهم مستقبل كرة القدم، حيث استعان بمجموعة من رؤساء الأندية المقربين بأن يحاولوا قدر المستطاع بأن تكون لهم بصمة في هذه الخطوة وتهديئة الأمور بعيدا عن التسرع في اختيار القرار الذي قد يكون غير مناسب في هذه الفترة والذي يحتاج إلى توافق في وجهات النظر لمصلحة المنتخبات الوطنية وكرة القدم بشكل عام. على الرغم من أن أقرب استحقاق للمنتخب الوطني هو بداية التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2014 التي ستنطلق في يونيو المقبل،
ويبقى السؤال مطروحا، هل تبقى الأندية على مطلبها أم أن لوغون سيكون كبش الفداء في هذا الاجتماع؟ أخيرا، من المؤكد أن هذا الحراك من الجمعية العمومية هو ظاهرة صحية ومطلوبة حتى تعلم هذه الجمعية الصلاحيات الخاصة بها وكذلك قوتها على التأثير في مثل هذه القرارات. لكن ما أتمناه ألا تكون ردة الفعل فقط في على اتحاد كرة القدم، بل هناك اتحادات أخرى تحتاج مثل هذه المواقف والمتابعات حتى تتمكن من تصحيح مسارها. ومن تابع نتائج بعض المنتخبات في الفترة الأخيرة يرى ما آلت إليه النتائج في المشاركات الإقليمية والقارية، ويبقى إصلاح الحال بشيء من الجرأة وليس المجاملة على حساب شيء آخر. عدة تساؤلات طرحها الكاتب في صحيفة الاتحاد الإماراتية، تساؤلات قصد منها الكاتب شرح حال الوسط الرياضي بالإمارات حول خروج الأبيض الإماراتي من البطولة من دور الأربعة بين كونه إنجاز أو إخفاق. نتابع. هل يجب أن نطبطب على اللاعبين بعد المباراة؟ وهل فعلا دورنا هو أن نمتدحهم عند الفوز ونكتفي بالتصفيق والصمت وقت الخسارة؟ ومن يمكن أن نتهم ونعلق عليه خسارة أستراليا؟ الحظ أم الخطة أم اللياقة؟ أم أن هذا مستوانا وعلينا أن نرضى ونسكت؟ وهل فعلا طموحنا يتوقف عند الفوز على اليابان؟ ولماذا يقدم منتخبنا مباراة جيدة وأخرى باهتة؟ وهل هناك فضل من أحد على الوطن؟ وهل يجب أن نطلق على قول المعنيين بالمنتخب أن الهدف فقط هو الوصول إلى نصف النهائي فقط بالمتهربين من المسؤولية؟ يقول البعض لماذا غير مهدي الخطة؟ ويقول أحدهم هل فعلا لا توجد ورقة رابحة على الدكة؟ ويقول آخر لماذا يجب أن نغضب على الخسارة؟ فهل كنا نتوقع أصلا أن نكون من ضمن الأربعة الكبار؟ ويقول الواقعيون أن المواهب الإماراتية بإمكانها أن تصل إلى النهائي، فلماذا ظهر منتخبنا مكشوفا بخطة لاعبه وأسلوبه؟ وهل حقا يجب أن ننتقله بشدة وننسى كل ما فعلوه في الماضي؟ أم أن ما حققوه في البطولات السابقة تجعل عليهم المسؤولية أكبر وتجعل كل الشارع يطالبهم بالمزيد مطلبا وواجبا وليس صدقة ومنة من المنتخب تجاه جماهيره؟ كل الناس زعلت بالأمس ولم تجد في المباراة ما تصفق عليه أو حتى تتحجج به، وعندما قدم مهدي خطته في مباراة اليابان ونجح أشاد به الجميع، وحين خضنا مباراة أستراليا وظهرنا مثل الفريق الضائع علينا أن نطالب المدرب بأن يعيد حساباته. ندرك أن مهدي واللاعبين يريدون القمة مثل ما نريدها، ولكن هناك أمور علينا أن نعيد حساباتنا منها. ومثلا يوسف السركال تساءل بعد مباراة اليابان أن المعارضون على رزنامة الموسم، واليوم مهدي علي يقول أن أحد أسباب خسارة أستراليا هو الإرهاق. وحين يقول السركال أنهم يعاملون المدرب بكل احترافية، فهل يمكن أن يقدم لهم تقريرا عن أسباب الخسارة؟ قبل الختام لا أريد القول أن منتخبنا ليس في الطريق الصحيح وأن الأبيض أعاد الحياة لكرتنا من جديد، ولكن يجب إعادة الحسابات وإعادة فتح الأبواب للجميع. لا تتفاجئوا من حجج البعض في الشارع الرياضي وقد أكون أحدهم، فموسم التبريرات قد بدأ. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى المواقع الإلكترونية، ونبدأ من موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي نقل تصريحات مدرب المنتخب الأسترالي وخرج بعنوان على لسانه يقول بوستيكوغلو الوقت مبكر للاحتفال، حيث أكد أنخي بوستيكوغلو مدرب منتخب أسترالي على أنه لا زال من المبكر للاحتفال رغم فوز فريقه على الإمارات بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء على استاد نيوكاسل ضمن قبل نهائي كأس آسيا 2015. وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: عمل اللاعبون بجهد كبير من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، وأريد منهم أن يستمتعوا بهذا الأسبوع. ستكون الأيام القليلة المقبلة رائعة كجزء من بلوغ النهائي، ويجب أن نقدر هذا الأمر ونتطلع إليه بحماس. أما موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فقد أشار إلى الظروف المناخية التي يعاني منها أو التي تعاني منها البطولة، لتخرج الصحيفة بعنوان نقل مباراتي ربع النهائي 26 و27 كأس أورانج الأمم الإفريقية إلى باتا ومبالو، حيث وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مع اللجنة المنظمة المحلية بالإجماع على نقل مباراتي ربع النهائي أورانج كأس الأمم الإفريقية 2015 رقم 26 و27 إلى باتا وملابو على التوالي.
وبناء عليه أخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي عين الاعتبار أنه لا بد أن تعطى الفرق الثمانية المتأهلة لربع النهائي الفرصة للعب على أرض تضمن أعلى مستوى وتحديدا تلك التي في باتا وملابو لضمان أن تظل جودة اللعب في أفضل مستوى ممكن. إذن مع هذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى الختام، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل بقيادة المخرج محسن الشحري. إلى اللقاء.